تقام بالمعهد الملكي للشرطه ما بين المنظمين ديالها المديريه العامه للامن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بناء على الاتفاقيه اللي كان وقعها السيد المدير العام للامن الوطني والسيده رئيسه المجلس الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 14 سبتمبر 2022، هو استمرار التعاون اللي كان بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والاداره العامه للامن الوطني منذ 2016 الى اليوم، ودخل في اطار التكوين والتكوين المستمر والتكوين التخصصي للضباط ديال التحريات والابحاث والميدان خلال العمل ديالهم في الممارسه ديالهم اثناء عمليه الايقاف على الاستماع الى اخره، وبصفه عامه في اطار الاحترام التام لحقوق الانسان، اعتبار ان المغرب موقع في جميع المواثيق الدوليه وان الدستور المغربي ديال 2011 كيأكد على الاحترام الحقوق والحريات الجماعيه والفرديه، وبناء كذلك على الخطاب ديال صاحب الجلاله الخطاب الساميه اللي غادي في هذا الاتجاه اللي اعتبرناه حنا كخريطه الطريق وكنستندوا عليها في العمل ديالنا. الحضور اليوم كان حضور ديال السيد رئيس النيابه العامه والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد عميد السلك الدبلوماسي العربي وعميد السلك الدبلوماسي الافريقي، وكذلك ممثلين على الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وخبراء دوليين وامميين في هذا الاطار اللي غادي نستافدوا من الخبرات تاعهم، وفي نهايه المساء ان شاء الله غادي نديروا توصيات، وهذه التوصيات اللي غادي يتم الاتفاق عليها ونستندوا عليها كاملين، وتكون كذلك حتى هي كمرجع وكاطار ديال هذا اليوم هذا. وشكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.